إسماعيل ولي الدين هو أحد أعمدة الأدب المصري الحديث. ولد في 15 من ديسمبر من عام 1935، تخرج من قسم العمارة بكلية الهندسة في جامعة القاهرة عام 56، وعمل كضابط مهندس في القوات المسلحة المصرية لمدة 20 عاماً حتى وصل إلى رتبة عقيد. وخلال هذه الفترة كانت عيناه دائماً تتطلعان نحو الأدب، حيث قرأ أعمالاً لأسماء كبيرة مثل جان بول سارتر وألبير كامي وألبرتو مورافيا، مما أثر بعمق على أسلوبه الأدبي. بدأت مسيرته الأدبية في الستينيات مع نشر أولى قصصه القصيرة في مجلة صباح الخير. كان نجاحه الأول في عالم الأدب مع مجموعته القصصية بقع في الشمس التي أصدرها عام 1968، وذلك في أعقاب نكسة يونيو من عام 67، مما عكس روح العصر والآلام الاجتماعية والسياسية التي عاشتها مصر في تلك الفترة. أول رواية له كانت الطيور الشاحبة، لكن العمل الذي نقله إلى مصاف الكبار كان رواية حمام الملاطغيلي. هذه الرواية التي كتب مقدمتها الكاتب الكبير يحيى حقي كانت تصور بعمق التغيرات الاجتماعية والأخلاقية التي أحدثتها نكسة 67 في المجتمع المصري. حول المخرج صلاح أبو سيف الرواية إلى فيلم سينمائي في عام 1973، وقد واجه مشكلات مع الرقابة لكنه حقق نجاحا كبيرا وأصبح علامة فارقة في تاريخ السينما المصرية. في الثمانينيات بلغ إسماعيل ولي الدين ذروة نجاحه الأدبي والسينمائي روايته الباطنية التي تحولت إلى فيلم من إخراج حسام الدين مصطفى في عام 1980، حققت نجاحا جماهيريا كاسحا، كما قدم فيلم أبناء وقتلة بالتعاون مع المخرج عاطف الطيب في عام 1987، والذي اعتبره ولي الدين من أهم أعماله على الإطلاق، حيث أنصفه الطيب في تصوير رؤيته الأدبية. على الرغم من هذا النجاح الباهر، بدأ إسماعيل ولي الدين يشعر بالتعب والإرهاق من الكتابة. في التسعينيات قرر فجأة الاعتزال والابتعاد عن المشهد الثقافي. قال في حوار مع جريدة أخبار اليوم أن رواياته كانت تتقلص في عدد الصفحات بشكل مستمر، حيث ذكر رواية حمام الملاطيلي تبلغ صفحاتها 77 والأقمر 66، أما حمص أخضر فلا تستغرق سوى 35 صفحة. إذن كل رواية يقل عدد صفحاتها شيئا فشيئا، أي أن الطاقة تنفذ على مراحل حتى صرت لا أقدر على أعباء الكتابة. قرار ولي الدين بالاعتزال كان صدمة لكثيرين في الوسط الأدبي. بعد خروجه على المعاش انزوى بشكل تام وابتعد عن الأضواء والحياة العامة، تاركا خلفه العديد من التساؤلات حول سر اختفائه. في إحدى المقابلات كشف ولي الدين عن مشروعه الذي تعثر ولم يجد لتحقيقه طاقة في نفسه، وهو رواية شجرة العائلة. كان هذا المشروع الطموح يجمع وثائق وأوراق عائلته، لكنه لم يتمكن من إنهائه بسبب رفض الناشر إصدارها. رفض الناشر كان مبنيا على قناعته بأن فكرة الرواية لن تكون جاذبة للجمهور ولن تحقق مبيعات جيدة، مما أصاب ولي الدين بإحباط شديد ودفعه للتوقف عن الكتابة. ولم تكن هذه الضغوطات هي الوحيدة التي أثرت على كاتبنا. كان الظل العملاق لنجيب محفوظ الذي هيمن على المشهد الأدبي المصري كالشمس الساطعة يجعل من الصعب على الآخرين التألق بجانبه، كما إن ولي الدين كان شخصا غامضا بطبعه، لا يحب الظهور الإعلامي أو المشاركة في الأنشطة العامة، مما زاد من غموض شخصيته وأسباب اختفائه عن الأنظار. خلال فترة اعتزاله ابتعد إسماعيل ولي الدين تماما عن الأضواء، مكتفيا بحياة هادئة بعيد عن الصخب الإعلامي والأدبي والثقافي. كانت علاقاته مع وسائل الإعلام نادرة جدا، كان يميل إلى العزلة والانفراد بنفسه، ما زاد من غموض شخصيته. توفي إسماعيل ولي الدين في 21 من يوليو من عام 2021 عن عمر ناهز 86 عاما، تاركا خلفه إرثا أدبيا غنيا. على الرغم من ابتعاده عن الأضواء لسنوات عديدة، إلا أن أعماله الأدبية والسينمائية لا تزال تحظى بالاحترام والتقدير وتستمر في إلهام الأجيال الجديدة من الكتاب والقراء. لقد كانت حياته مليئة بالإبداع والتحدي وحافلة بالأعمال التي عكست بعمق التحولات الاجتماعية والسياسية في مصر
وترك خلفه تراثا أدبيا خالدا.